تتلاحق خسائر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جميع جبهات محافظة البيضاء رغم تعزيزاتها العسكرية المستمرة. المعارك فيها تأخذ أبعاداً عسكرية مختلفة يوماً بعد آخر نتيجة الهجمات المكثفة للمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيا. المعلومات الواردة من الميدان تتحدث عن خوض المقاومة الشعبية مواجهات عنيفة في جبهات عدة بمديرية الزاهر آل حميقان، تمكنت من خلالها استعادة جبل كساد الاستراتيجي موقعة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وحليفها المخلوع صالح، إضافة إلى أسر آخرين منهم. الانتصارات التي حققتها المقاومة خلال المعارك الأخيرة جرت بغطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي، والتي استهدفت مواقع محصنة كانت تتمركز فيها الميليشيا في مديرية الزاهر. ردة الفعل التي تحدث بشكل مستمر هي تعرض منازل المواطنين للقصف العنيف من قبل الميليشيا، كما حدث في قرى الحبج والأجرودي والغول في الزاهر بحثا عن انتصارات لتعويض خسائرها. كل ما يحدث في البيضاء لن يكون الأول ولن يكون الآخر، معارك وخسائر وقصف يطال المدنيين، وهو ما يجعل هذه المحافظة بعيدة عن أي اهتمام لما يحدث في البلاد عامة.